دي نفخين نفسكم على ايدي يا بيتكم راحت ليكم يا بابا بعد كده ايه ليكم الجزمة على جميع أسر الشهداء يكونوا هنا ويكونوا ورا احنا اتفقنا على النظام الناس اللي بتعتصم اتفقنا على النظام قلنا في نقطه حط فيها ما تخلوش حد يضحك علينا ما تخلوش حد يضحك علينا احنا اكبر من كده احنا اكبر من كده يا جدعان لو الداخليه اتكلمت في واحد اسمه ياسر خليل مسؤول عن الداخليه مش عايزين كلنا نحكي مع الناس عايزين يبقى عندنا نقطه نظام نكرهها برضو ولا مزاجنا 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 ولا